بدخل معك الماء، ده بدخل معك في المحروقات، يعني المسائل أساسية أساسية أساسية، ودخل في الأكسجين الهواء دخل فيه ديال ربي، ده غادي يدخل معك في الماء بالتدريج، تهضر معاه قال لا حقا مناقص هدوز من نسر من ليه وكذا وهادي 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 وهادي. وكأن الإحساس العام ديال المغاربة خاطئ، يعني شعب مهلوس، شعب فيه الوسواس، يعني شعب بحال مسكين عم دروكرو كيجيو له الله. دابا هادشي اللي كيبغيو يقولوا لنا هاد 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 الحضانه السياسيه ديال اخر الزمان عباد الله، هادشي راه صراحه راه غادي يدير شي حاجه ماشي هي هذيك. وانا الا تكلمت راه غادي نعطي امثله تاريخيه. شتي اي شخصيه برزت المغرب، اي شخصيه في المغرب، اي شخصيه في المغرب بزطات ولا خلقت له البلبله الا وكاين المثيل ديالها في التاريخ خصنا نستافدوا منه. اي شخصيه كيف ما بغات تكون، لا في المجال السياسي ولا في المجال الاقتصادي ولا في شي مجال اخر، هذا القلاوي هذا. وفي الاخر كيكتب المقيم العام كيقول له محمد الخامس راه ولا محمد الخامس، دابا هو كيكتب محمد الخامس عند المقيم العام كيقولوا محمد الخامس راه كيتواطأ مع الوطنيين ومع الإرهابيين، وبالتالي حتى هو ولات عنده علاقة بالإرهابيين والتصرفات ديالو إرهابية، ولا هو كيحرض على النفي وهو أهم مساهم في النفي، وملي تنفى محمد الخامس هو اللي مشى بايع ديك الدمية ديال بن عرافة. هذا هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة ضروري خصني نتكلم على الظاهرة ديال الأخنوش من جديد. هذه الظاهرة ديال الأخنوش هي اللي كتفرض راسها على أي واحد كيبغى يتكلم في الأمور الداخلية ديال المملكة. دائما كنكرر بأنه راه ملي كنتكلموا على علاقة المملكة بالمحيط ديالها الخارجي أو لا بالقوى العالمية، دائما كنكون في واحد الحالة ديال الإثارة، وكيكون الشوق، وكيكونوا أزمات، وكيكونوا انتصارات، وكيكونوا تحليلات وتوقعات. وفي الغالب داكشي اللي كنتوقعوه في الخطوط الكبيرة ولله الحمد كيحالفنا التوفيق. ولكن ملي كنتكلموا في الشؤون الداخلية صراحة لا أخفيكم سرا بأنني دائما أشعر ما يمكن أن نسميه مرض. ملي كتبغي تتكلم في الشؤون الداخلية، أي حاجة عندها منطق، باللي كتبغي تحلل مسائل العلاقات الدولية عندها منطق، وخي كل إنسان أي مدرسة كينتمي ليها كيف ما كان الحال كيكون واحد المنطق. ولكن ملي كتبغي تهضر على الشؤون الداخلية ما كاينش المنطق. الأمور الداخلية ماشي من الناحية الأمنية، يعني راه لحسن الحظ، لحسن الحظ أن القطاعات الحساسة داخل المملكة ماشي في يد الأحزاب. وهذا أخنوش والظهرة ديال الأخنوش راها أكبر دليل على أن هذا الاختيار اللي اختاره النظام السياسي في المغرب أنه يزول القطاعات الحساسة من الأيادي ديال الأهواء السياسية بأنه كان على صواب. حنا نتصوروا لك وكانوا مثلا السابقين تفهموا على شي شكل آخر، نتصوروا فجأة جا هاد الظاهرة ديال الأخنوش أشنو كان ممكن يدير، وحنا كنشوفو بالوسائل ديالو كيسخر كل شيء ممكن باش يفرض الوجود ديالو الاختيارات ديالو بأي وجه كان، مسائل ظاهرية ومسائل خفية، بالحيل والخداع وبجميع الوسائل أنه كيفرض المسائل ديالو. الظاهرة ديال الأخنوش أو الأخنوش من جديد، ما غادي نجيو حنا نتفكوا من هاد الأزمات اللي كيعيشها المغرب، حتى غادي نتفاجئوا بأنه دخل عاوتاني القطاع الحساس اللي هو الماء، دخل يستثمر فيه. في نفس الوقت مجلس المنافسة غادي يفرض 180 مليار سنتيم كعقوبة على شركات المحروقات، يعني ما كتسمع الفلس في الفلس في الكوارث. علاش فرض عليهم هاد 180 مليار؟ لأن هو عدم احترام القانون المنافسة بالعربية، يعني ماشي مخالفات، المخالفات كتكون مخالفات ملي كتكون مرة وكيكون سببها الغفلة وكتأدي لشي أثر بسيطة، شي خبيشة ولا شي حاجة كيمكن لك تسميها مخالفة.
ولكن ملي كيكونوا ملايير وعدد ديال الشركات كبير، ما عرفتش شحال تما، ما عرفتش شحال عدد كبير ديال الشركات، وخلال ساعات الأزمة، خلال ساعات الأزمة حنا كنشوفو كورونا في كورونا، في الجفاف في الجفاف، في الكوارث، في كذا، من مور الزلزال، من مور هادي، من مور هادي، من مور هادي، من مور هادي، في خضم هذا دقة مور دقة، في خضمها كيوقع لك هذا النوع هذا، وكيجي مجلس المنافسة وكيقول لهم انتوما الشركة خافتوا القانون ديال المنافسة بالعربية خربقتو، وانا كنفرض عليكم واجي نتصالحوا ودوزوا خلصوا 180 كصلح. هنا بعدا كاين ناس قبل ما ننسى، راه اخنوش في يد وزيره الماليه الا كانت كتقفل شي حاجه، المهم الا كانت كتفهم شي حاجه في هذه القضيه ديال الصلح. والصلح راه كاينه معروف في مجال الضرائب، وهذه راه كيعرفها داك صح، هذا القجع، القجع راه مفتش سابق في وزاره الماليه، القجع، القجع مدير سابق، هذا مفتش السابق في المديرية العامة ديال الضرائب، وهي اللي كانت فيها أنا مفتش سابق، القجع، القجع راه عارف بأنه الصلح ممنوع ليك تمشي له حتى إلا قال لك السيد ما عنديش. دابا هذا لا، تجامعوا مع بعضياتهم وريقلوا وكذا، وعاد بينوا ديك الزبلة، عاد وصلت للصحافة 180 مليار سنتيم، مجلس المنافسة دارها مع هادو الصلح. علاش اخويا دير الصلح مع هذا؟ منو عليك دير الصلح الا قالك السيد ما عنديش، الا قالك ما عنديش، راهو كيعرفها القجع وكيعرفها اي واحد خدام في الضرائب. شي واحد كتقول له غادي تخلص القد والقد، ولا عندك النقص وكذا وكذا وكذا، وبانك كتغش وكتقدم الحسابات فيها ماشي هي هذيك، وداك ماشي هي هذيك متقونه الى غير ذلك، وكيقول لك راه قدرت لك القد والقد. ملي كيجي لعندك كيواجهك كيقول لك انا ما عنديش الامكانيه ديالي او كذا او كذا، كتقول له اجي نهودوا للصلح. هادو بداو كيشرعوا كيصايبوا راسهم، يعني بحال لو هذيك هاك وراه ما فيها احزار. دابا هادشي اللي ولا، ولا دابا اجي نعيط لك حكا راك داير شي لعيبه، وشوف كيف الدين وما فيها باس، وخذ هاد البركه، لا نقص هادي لا دار، صافي عمر له صلح، دوز كب في الماليه. هاد القضيه ديال مجلس المنافسه، شتي غير هاد الخبر ديال هاد شي 180 مليار اللي غادا تدفعو مجلس المنافسة، كيعطي للناس فكرة على الأرقام الحقيقية والأرباح الحقيقية، كيعطي للناس فكرة. وفوكاش ماشي سنوات الرخاء، سنوات الرخاء ماشي مشكل، هادي سنوات الشدة، سنوات العجاف، سنوات العجاف منعو على شي بنادم يلعب ولا يخربق في شي دعم ولا في شي منافسة ولا شي حاجة، منعو عليه، منعو عليه سنوات الشدة، ممنوع سنوات الشدة، وتا في الحالات ديال الشدة يعني كتضرب السيد تا كينقص، لأنه مخصوش يلعب الملغة، وكيكون ضرب في التشديد مع الناس اللي كيكونوا عارفين هادو راه كل شريفة حلوفة قداش، كل وحدة بالحساسية ديالها، بالأدمغة ديالها، بالفهمية ديالها، كل شركة، الشركات راه ما كيغلطوش، الشركات راه ما كيغلطوش. إذا هنايا اش هادشي؟ ها حنا رجعنا لديك الجدية اللي كان كيخطب عليها الملك داك النهار. دابا انا داك النهار الملك ملي خطب بالجدية كتذكروا تكلم على الجدية، وانا صراحة ما عرفتش نكذب، انا في الاول ما قلت انا شنو المناسبة، زعما ما كان زعما شي نقاش داخلي ولا شي حاجة، وانا كنظن بانه العاهل المغربي ملي تكلم على الجدية والله اعلم وقيلا ما تكلمش على داكشي اللي فات، وتكلم على داكشي اللي جاي، ربما قال لك يقول لبنادم بارك بركه من اللعب، بركه قودوا منا للمستقبل، هذه دابا جديه، هذه هذه جديه، هذه هكاك وخرجوا الخبر زعما راه يفرحونا ب 180 مليار سنتيم، نسمعوهم زعما خلصوها شنو نقولوا، نقولوا هذا واعر، هذا شد الشركات كلهم وعصرهم وخرج 180 مليار. لا سيدي، حنا بغينا القانون يطبق، الله يجعلهم يخرج والو، ولكن هذه كتبين لنا بأن احنا ربما في زمن السيبة اقتصادية. المغرب داز عليه في التاريخ ديالو سنوات استقرار وسنوات السيبة، دابا هادشي اللي قاعدين كنشوفوه راه السيبة، دابا قاعد اخنوش كيدير مع راسه وما بغا، وعطلق لنا داك المسائل، داك هيئة الدفاع ديالو، داك العضو، داك الطفل قاعد ينقص ليا في البرلمان، شتي كذا، قال لك اختوش تي 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 تي، قال لك اخنوش تي 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 تي، كتب زعما استقالة،
زعما خلوش ما بقاش عارف، ما بقاش زعما كيتسوق كاع لخضرة المازوت. دابا هذا بحال حنا مثلا، دابا حنا في المريخ، دابا حنا في المريخ، المغاربة مجموعين في المريخ، والبرلمان معقود تما كاينش في المريخ، وهو كيعاود ليهم كيقول لهم شتي اخنوش اقطع العلاقه ديالو بالبترول وبالمازوت وبالمحروقات، يعني مسكين ما كيعرفش كاع المازوت بشحال، وليسانس والله ما عارفه بشحال، والبنكه اللي كتجمع له داكشي ديال الفلوس راه ما عارفهاش مسكين بشحال، وبانه مسكين من اللي كيفيق الصباح مع الفجر كيصلي، ومن تما هو شاد الشؤون العامه، الشؤون العامه، الشؤون العامه، الشؤون العامه، مقابل عام مسكين الشؤون العامة والعبادة والنعاس والشؤون الزعماء، ما في خبر ولا شي حاجة، وما عارف كاع فين وصل. ما عرفين هادو المدافعين ديالو ديال اخر الزمان اللي باقي بنادم يقول لك لا واش كاين علاقة واش ما كاينش علاقة، لا اخنوش بعد لا اخلوش، تضحكوا على بنادم. عباد الله العالم الدولي ساق الخبر اخنوش خشى راسو في المعروقات، العالم الدولي، ودابا عاوتاني باش يكملها، ها هو عاوتاني دخل، عاوتاني دخل معاك الماء، دخل معاك الماء، دابا دخل معاك في المحروقات، يعني مسائل اساسيه اساسيه اساسيه، ودخل في الاكسجين الهواء دخل فيه ديال ربي، دابا غادي يدخل معاك في الماء بالتدريج. تهضر معاه قال لا حكا مناقصه، دوز من الناس سر من اللي هو كذا وهادي 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 وهادي، وكأن الإحساس العام ديال المغاربة خاطئ، يعني شعب مهلوس، شعب فيه الوسواس، يعني شعب بحال مسكين عام دروكرو كيجيب له الله. دابا هادشي اللي كيبغيو يقولوا لنا، هاد 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 الحضانة السياسية ديال آخر الزمان عباد الله، هادشي راه صراحة راه غادي يدير شي حاجة ماشي هي هاديك. وأنا إلا تكلمت راه غادي نعطي أمثلة تاريخية، شتي أي شخصية برزت المغرب، اي شخصيه في المغرب، اي شخصيه في المغرب بزطات ولا خلقت له البلبله الا وكاين المثيل ديالها في التاريخ سنستافدوا منه، اي شخصيه كيف ما بغات تكون، لا في المجال السياسي ولا في المجال الاقتصادي ولا في شي مجال اخر. والتاريخ مديور لينا عبره، ملك ديالنا التاريخ، والمدرسه العموميه حاربت التاريخ ديال المغرب، والسيستم الجديد اللي عطال دابا وسائل الاعلام كنلخص عباد الله ما عارف حتى الاحداث ديال الخمسينات ما عارفاش، الستينات وما عارفاش، ما عارف والو حتى شي حاجه. هاد الظاهره ديال هذيك راه حنا نعرفوا شنو كاين، باش ما يجيوش هذا واحد ينقص علينا في البرلمان هذاك الولد الصغير وكيقول لك لا ماذا قطع، وشفنا عاوتاني داك النهار في جلسه البرلمان كيفاش قاعد كيدرب 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 كيفاش يبقى هو ينوض البلباله، كيزرع الهضره اللي تنوض الفتنه، دوك اللقطات راه مشهورين ويبقاو مؤرخين، وحجه على الزمن النحس اللي وصلنا ليه والبؤس اللي وصلنا ليه. حتى ولا واحد سميتو يتعلم قاعد كيدير حصه ديال التدريب كيفاش يلوح الهضره المستفزه، ويخلي بنادم قاعد كيغوض دوك البرلمانيات مساكن على نيتهم، قاعدين كيغوتهم مغلغلين بالفقايص، هو كيتفرج وكيشوف سعادة الرئيس، سجل سعادة الرئيس، سجل سعادة الرئيس. هذا شنو هذا؟ هذا راه بعدا اكفس من السيرك. هاد الحسن الثاني راه كان واحد المرة كنهضر على السيرك، قال لهم درتوا لي البرلمان بحال السيرك، هاد الشيء في الوقت اللي كانوا فيه النواب نواب، برلمانيين برلمانيين، وعلى الصحاح الاسماء بلا من راك تعقلوا البرلمان كيفاش كان، يا برلمان فوكاش قالها، راه قالها في التسعينات، برلمان وذاك العهد ديال المهم الاسماء، قال لهم السيرك، لان السيرك يكون فيه حيوانات، يكون السباع والثعلب والفيل والقرد، وشي كينقص شي كيدير الحركات، شي حتى السيرك كيديروا حركات متقونه ودقيقه وتضحك، ولكن كيكون حيوان، كل حيوان عطاه ربي حيوان. دابا ما نقولوا السيرك كاين تما شي سباع، كاين شي ما كاين حتى والو، والو هذا ماشي ذكاء ديال الثعلب ولا شي حيله ديال الديب ولا شي زعما شي واحد تشبه بالفيل تقول هذا واعر زعما راه عليه هذا، والو ما كاين حتى شي حاجه، والو حسبوا لينا البرلمان اللي كيشرعوا فيه الامه، البرلمان التشريع كيشرعوا فيه للامه، والنظرة به الظروف كيجيو ليد
دافع على اخنه واش مصايبو اخنه فنفصلو، كيجي كيخرج عويناتو كيقول لك لا اخنوش ما بقاش مسكين عنده علاقه بالمحروقات، لا هذاك الشيء بعيد بعيد على الود الله يعمرها، بعيد 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 مسكين ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء، غير كتهداو عليه وعا كتظلموه. وفيما تهضر معاه يقول لك شتي حنا ملي جينا، حنا ملي جينا لقيناها قاعه صفصافا، هما تهضر معاه يخرج عينه، ملي جينا لقيناها قاعه صفصافا ما عرفنا ما لقينا حتى شي حاجه، يعني ملي جينا عاد التاريخ بدا الكونتور ديال التاريخ كيخدم، حتى جاو هما في نفس الوقت كاين هادشي اللي قاعدين كنسمعوه. هادشي اللي قاعدين كنسمعوه، هاد 108 مليار مجلس المنافسة فيها أخ النوش واللي معاه هو اللي عنده حصة الأسد، زائد عاود تاني دخل مع دار تحلية الماء اللي كيحكي علاش تحلية الماء. تحلية الماء كيف قريصنة دخل السوق شدها 30 عام، 30 عام السيد قاعد كيوجد الماء بعد الخروج من الحكومة. دابا هو أحكم الشعب، حكمه ودار به اللي بغى، والاحزاب راه حنا شفنا شنو دار ليهم، شنو دار معاهم، النقابات شفنا شنو دار معاهم، على اللي كيهضر بسم الله الشريف اجيسني شفنا شنو دار معاهم. وهاد البنا هادي ديال هاد التحكم من اللي يمشي يجر معاه مغاربه عاوتاني تابعين في القرعه ديال الماء، هادي معروفه لان اصل القطع المحروقات التاريخ ديال المستقبل ديالو تقريبا محدود، هادشي اللي جاي دابا ديال المصادر الاخرى للطاقه الى غير ذلك. دابا ملي ملقى ما يجر دابا غادي يجر معاه الماء. حنايا المبدا اللي كيحكم هو عدم التضارب، ما تقول ليش ديالو ديال مثلا مقدم استقاله ولا ماشي استقاله، هذيك المسائل عشكليات، هو العقليه ديالو تجاريه، العقليه تجاريه، العقليه تجاريه، بغى يبيع ويشري الله يعاونه يمشي بعد ديك الجهه. واش دابا زعما في المغرب ما كاينش زعما اللي احسن منه؟ حنا اللي كيألمنا هو هذا التسيب اللي قاعد كنشوفوه، هذا هو اللي قاعد كيألم. وماشي دابا دابا عنده تعارض في قطاعات اساسيه، والتعارض راه ممنوع، وحتى في القطاعات اللي هي التكنولوجيا. هذاك العام شفنا مايكروسوفت عباد الله، يبقي قطاع تقني معلوماتي جد متخصص، ما سمحوش بالامريكيين بالاحتكار، ما سمحوش ما سمحوش. قال لك المسائل الاساسيه ما نخليو حتى شي واحد يتفرعن فيها، حسبوها مسائل اساسيه، مايكروسوفت وداكشي ديال عنده حسبوها اساسيه ماشي عندهم تكميليه. قال لك اخويا القطعات اللي هي صعيبه المهم يحتكر فيها حتى شي واحد، شدوا له ديك الشركه شلضوها له كامله، كانوا قسموها له على جوج. وحنايا الاكسجين وزيدوا الماء ودخل في المحروقات وغادا هكا. فإذا كانت الأحزاب كل شيء هبط يدو، إذا كانت الأحزاب كلها هبطت يديها كاملة كاملة كاملة، والنقابات والسيد قاعد داير ما بغا، والشعب كله قاعد مغلغل على ود آخر نوش، وفين هو القضاء؟ علاش البشرية خسرعت ثلاثة السلطات؟ علاش البشرية العبقرية البشرية البشرية خسرعت ثلاثة ديال السلطات؟ علاش؟ وطربت القضاء لديك الجهة، علاش؟ ماشي كيحد شي، البشرية البشرية هي خسرعت ثلاثة السلطات كبيرة، التشريعية والتنفيذية والقضاء. باش التنفيذية إلا تلاقات مع التشريعية وبداو شي يشربكوها مع بعضياتهم، القضاء لديك الجهة أساس. والقضاء المهن ديالو شنا هي؟ ماشي هي يشد الشفار والقمار والسطو ومرام دابزة مع الراجل والبحاكم التجاري، لا القضاء راه عنده مهام، مهام سياسية جا الوقت أننا نذكرو بها. القضاء عنده مهام سياسية في اللحظات الخايبة، والجهاز القضائي ملي يحس بأنه الحكومة والجهاز التشريعي بأن راه كاين شي حاجة ماشي هي هذاك، خاص القضاء خصو يتدخل، القضاء خصو يتدخل، يا إما الردع وإما الزجر وإما كذا وإما كذا وإما وإلى غير ذلك. حنا ولينا كنسمعوا دابا الجرائم عادي، بنادم ولا كيتفاخر،
بدا تعرض المصالح، الاخر مجلس منافسه، الاخر هادي، الاخر كذا، الاخر مخرج عينه وقاعد كيقول لك كذا، هذاك وهبي خلاص بلا من بلا ما عندها شحال من حاجه، هما تفاخروا بها، هما ولاو كيتفاخروا بها، ولات دابا الامور عاديه. رجع عاوتاني هاد السيمانه، عاوتاني واحد خرج له من تحت راسه هضره ما قالهاش، قالهاش كاين، قال لك اودي بان راه قال اساتذه ما عنديش شي فلوسهم، داك اللي كيكبوا الزيت على النار في هاد الفتره. هاد الظروف وها حنا غادي نرجعوا للساحه ديال الاعلام الداخليه ووسائل التواصل الاجتماعي، غادي نرجعوا له. راه ديك النهار هضرت لكم، قلت لكم انا هاد الظاهره ديال الميليشيات حزبيه الكترونيه وتخربيق وهذه وهذه وهذه، راه بنادم قاعد كيلعب بالنار. راه تقدر في الاول تقول هادو غير مع بعضياتهم انتخابات ومسائل هذا خليه يدبر المخو، ولكن راه في شي لحظات لا راه خطا واحد ممكن يدير الكارثه. غادي نرجع لكم الاخوان باش ما نطولش عليكم. هاد الظاهره هذه العلاقه ديالها بالتاريخ، وانا ديما كنصح الاخوان والاخوات يرجعوا للتاريخ، لا القديم ولا الجديد ولا المتوسط ولا اللي بغى يكون. كتعرفوا الظاهره ديال القلاوي، الظاهره ديال الباشا القلاوي، الباشا القلاوي كان احد الباشوات في الجنوب اواخر القرن 19 1890 شي حاجه بحال هكا. انا غادي نتكلم على القلاوي ك فكرة نستافدو منها بلا شي واحد ما يقول لي لا ما السنة ماشي هي هاديك ولا الاسم ماشي هو هاديك، حماد كيقولوا له محمد، لا ولكن الدرس نستافدو منه. وانا كننصح دائما الاخوان يدرسوا المسائل ديال التاريخ، لان راها كتنفع الصحابة، عفوا راها كتنفع، لان اي شخص بلبل المغرب ولا خربق ولا رون ولا شي حاجة كاين هذو، كاين بزاف ديال الكتوبة راه كاين الشبيه ديالو، كاين الشبيه ديالو في التاريخ، كترجع كتقراها كتستافد من الدروس. هذا في 1893 كان عقالو لهذا، كان الحسن الاول، السلطان الحسن الاول كان مشى في واحد الحمله في الجنوب، الجهه ديال تافيلالت باختصار، مشى الجهه ديال تافيلالت، لان الحسن الاول العهد ديالو كان فيه بالبلبله بزاف، وكان حياته كلها دوزها هو قاعد ما معاه كيقادد وصافي وهذا والهراوه، المهم هذا كيرتب الحسن الاول. في الرجوع ديالو ملي دخل للجهه ديال الحوز تلوات وكذا وكذا، كان طاح الثلج، الجيش ديالو والمحله ديالو تحاصرت، شكون اللي غادي يعتقهم؟ غادي يعتقهم ان داكشي وقع ليهم قريب التلوات فين كاينه الدار ديال الباشا القلاوي. استقبلهم القلاوي هو وخوه، استقبلهم، ولانه كان قايد وما ادرك ما قايد ديك الساعه، كان كرم الجيش وتهلا فيه ووكلهم وشربهم ودفئهم وسكسف عليهم والوطا والماكله والنعاس والفراش والحوايج الى غير ذلك. تقديرا من الحسن الاول كان في الاخر هدالو جوج المدافع المانيين، هذا كان عقايد هداهم له بجوج تقديرا له، قال له صافي كون هاني. هادوك الجوج بيهم بدا كيحوط داك المنطقه وبدا كيوسع المنطقه ديالو حتى شرك الجنوب كامل. هذا القلاوي بدات العائله، من بعد الاخوه بدات العائله كتكبر كتكبر كتكبر، في اخر المطاف ولا القلاوي شاد لك نص الجنوب. في اخر المطاف القلاوي غادي يتفرعن، ملي غادي يدخل الاستعمار غادي يضم ليه، في اخر المطاف غادي يولي القلاوي اكبر عدو للحركه الوطنيه، اكبر عدو الحركة الوطنية، من موراها أكبر عدو للأحزاب، من موراها القلاوي الأخري يعني سميتو اللي مشى باس الحسن محمد الخامس رجليه، من موراها باش ختمها مرة هاد القلاوي هذا جبدناه على الدرس ديال بنادم اللي كيتفرعن وكيكبر وكرشو كتبدا تكبر 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 ما كيبقى يهمو حتى شي حاجة وكيولي خطر. في الاخري ولا هو قائد جمع دوك القياده ديال الجنوب كاملين، فيها واحد الثوره سماها ثوره الفرسان، القياد كاملين طلعوا بالفرسان ديالهم وحاصروا محمد الخامس رحمه الله في القصر ديالو. هذا القلاوي هذا. وفي الاخر كيكتب للمقيم العام كيقول له محمد الخامس راه ولا محمد الخامس، دابا هو كيكتب محمد الخامس عند المقيم العام
كيقول له محمد الخامس راه كيتواطأ مع الوطنيين ومع الإرهابيين، وبالتالي حتى هو ولات عنده علاقة بالإرهابيين والتصرفات ديالو إرهابية، ولا هو كيحرض على النفي وهو أهم مساهم في النفي، وملي تنفى محمد الخامس هو اللي مشى بايع ديك الدميان ديال بن عرافة. هذا الكلام جبدناه، هذا المثال للعقلاء، جبدناه للعقلاء. المبدأ ماشي هو يكون باقي مدير في الشركة وفي نفس الوقت مدير، لا، المبدأ ماشي هي هذه. المبدأ أن الإنسان الجشع خصك تحيدو له، كيولي خطر على الدولة إذا كان قريب للسلطة. السلطة ما عمرك تقرب لها إنسان جشوع، لأن ما كتعرفهاش من حدود. هذاك اللي كيكون عنده الجشع وكيكون عنده الفلوس بزاف 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 بزاف، هذاك راه كيحس بعدم الحماية، وعدم الحماية كيوقعوا أنه كيمد يديه لجهة أخرى طال الزمان ولا قصار بجميع الوسائل. هذا كيولي خطر، هذا كيولي خطر. الخطورة بدات كتبان من دابا، من دابا ولات كتبان الخطورة. دك دك الأحزاب، دك دك النقابات، غادي يدوز العهد ديالو هو طال الزمان أو قاصر. شكون اللي غادي يبقى في المغرب؟ بقينا بلا أحزاب بلا والو، لأن كل شيء فسدهم هو، كل شيء. إذن هاد الظاهرة هذه ديال هاد أخنوش، العقلاء ينتبهوا ليها. السيد يمشي بحاله، يمشي بحاله، وغادي يجي واحد آخر ويكمل. لأن المغرب واش عاد تزاد؟ المملكة المغربية دابا فوكاش دار ليها الدارية، فوكاش تصعيبت آلاف السنين، آلاف السنين المملكة المغربية خدامة. والوزراء الأولين واش عمرو كان عندنا فيهم شي نقص؟ ما عمرو كان عندنا فيه النقص، ما عمره. دائما الساحة المغربية فيها عامرة، دائما عامرة، دائما، حتى لهذا العهد الأخير. عندنا هذه الظاهرة ديال الأحزاب السياسية الوطنية، صافي كل شيء رشا، كل شيء كذا، كل شيء كذا. وبدات هذه الظاهرة ديال الحزب القوي اللي قاعد دابا عمليا هو الحزب الواحد. احنا حاليا كنعيشوا تحت ظلال الحزب الواحد، وكنعيشوا نفس الظروف اللي حاول الحزب الواحد يفرضها ما بين 58 59 60 حتى 61. المغاربه ينبشوا بديك السنوات الاولى اشنو كان وقع في المملكه المغربيه داخليا. الحركه الوطنيه ديك الساعات ملي كانت مجموعه بحزب واحد، هذاك الحزب الواحد بمجرد ما شدينا الاستقلال 56، بمجرد ما شدينا الاستقلال انفرد من الحكم. ملي انفرد من الحكم اشنو دار في المغاربه؟ نرجعوا للتاريخ ديالنا باش تكون عندنا فكره على هذا الشيء اللي وقع حاليا فين ممكن يدي. ورانا فايت لي ديك النهار لمحت قلت لكم انا هذه الظاهره ديال الاساتذه اللي قاعدين كيحتجوا شهرين ونص، الاخطاء اللي ارتكبت في الملف ديالهم توحي بان وراء الفعل ما وراءه. حاليا قربنا نفهمه بانه اخنوش كان كيدير هادشي بالعاني، وداك وهبي دخلو عاوتاني ركز معاه ينقز بالعاني باش يدوز الامور ديالو فقط، كيف ما دار العام اللي فات في الميزانيه. مغز داك وهبي ناض كينقز، بدا يتعاير مع جميع القطاعات، كل مره يدابز مع قطاع، كل مره الشارع الشارع الشارع، بقى معمر الشارع تقريبا شي شهرين ونص ولا ثلاثه الا كتعقلوا وهبي. شنو الهدف كان؟ كان ان اخنوش دوز قانون الماليه ديالو وزاد. دابا عاوتاني في نفس الوقيت شهر 10 و11 و12 يلاه التعليمه كذا يا كذا، سر منا سر منا، فين كذا كذا، دوز هذه التحليه ديال الماء ودوز كذا ودوز كذا. نتمنى الاخوان والاخوات نكون ساهمت بشكل ايجابي في النقاش، وهو جاد ومشروع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.